السلام عليكم، معكم الكوتش أسوكا حسن. في إطار اللقاءات اللي تنديرو تقريبا كل شهر، مرة إلى مرتين كل شهر، بخصوص أسئلة مفتوحة في الكوتشين المدرسي، من بين الأسئلة اللي تكررت عند مجموعة ديال المهتمين المهتمات وعند مجموعة ديال الكوتش، كان بأن قلق الامتحان تأثر على التفكير، كيف نعالج هذا القلق؟ بالنسبة لنا احنا ككوتش، قلق التوتر فعلا تيؤدي تغيير واحد الكيمياء في الدماغ، وباش نحاولوا نديروا الحد من هذا الاثر السلبية اللي قلق الامتحان والتحصيل، هو بحكم دراسات بعض الاخصائيين النفسيين والمرشدين، جرات بعض الاجراءات وخطوات اللي هي عملية باش نحاولوا نحدوا من هذا الاثر السلبية من قلق التحصيل والامتحان. من هاد الاجراءات اللي داروا، هي اول حاجه انت ككوتش، هي مساعده داك الطالب او داك التلميذ في فهم الذات ديالو وفهم الاخرين والمشكلات اللي كاينه في الانتوراج ديالو من حوله. نحاولوا نقدموا ليه ارشادات لازمه باش نحاولوا نرفعوا مستوى الثقه بالنفس وتقدير الذات، حيت هذا مشكلتي تيكون عويص بخلاف الثقه في النفس وتقدير الذات والشعور ديالو بالامان. نعطيك مثلا تلقى طالب ولا تلميذه متفوقه تجيب 14 15، ولكن من الاصرار ديال الاباء ديالها بانه خصها تجيب 18 وتكون هي الاولى المستوى ديال القسم وحتى مستوى ديال المدرسه ولما لا حتى مستوى ديال الجهه، دونك هذا تيخلي داك التلميذ او داك الطالب او ديك التلميذه بانه عدم شعور بالامان في الوسط ديال العائله ديالو. زيادة النقطة أخرى اللي تنخدمو مع ناس أخرين بأنه تيكون داك التدريب لممارسة مستمرة في عملية ديال الاسترخاء، كتمرين ديال التنفس ضرورية، والتخيل، التخيل اللي هي تمرين مهم جدا جدا جدا، هاد التمرين ديال التخيل بالنسبة للتلميذ أو التالي باش نحاولو نعيشو في ديك الحالة ذهنيا اللي تقدر حتى في الواقع تأثر عليه أكثر بنتائج إيجابية. زياده نقدروا نديروا ليه واحد السبوره اللي تنسميها سبوره تحفيزيه، اللي تكون عنده او لوحه تحفيزيه تكون عنده في البيت ديالو او في المنزل ديالو، اللي تحتوي على مفردات اللي ايجابيه تحفيزيه، ويحاولوا نهيئوه باش يبعد على داك الخطاب الذاتي السلبي. كاين مشكله اخرى بانه واحد يحس بالتوتر، بانه كاين في الغالب من تيكون تهيئ الامتحانات ديالو ما تيكونش عنده واحد التنظيم اللي هو جيد من خلال ديال الاستثمار، تيكون واحد الاستثمار واستغلال سليم ومثمر ديال الوقت ديالو، فهمتي؟ هادو اشياء اللي تتسبب باش يكون داك القلق والتوتر، خصوصا ما تيكون مهيئ جيد الامتحانات او تكون عنده عادات دراسيه غير سليمه، وخصنا هنا في هذه الحاله نحاولوا نتغلبوا عليها ونعرفوا النمط ديالو وشنو اوج ديال النشاط ديالو يقدر يتغلب على هاد الاشياء اللي تيكون الوقت يضيع عليه فيها، وتساعدو تساعد الاستقرار النفسي ديالو. ومن اهم الاشياء حتى هي اللي هي التدريب على التفريغ الانفعالي باللعب وتمثيل الادوار، هنا ضروريه باش ماشي كاين عندنا قرايه او دراسه واستذكار وتنساو ريوسنا. هذا من ناحيه نتمنى بانه جاوبت الاستاذ محمد على السؤال ديالو، وباش ننتقلوا للسؤال الاخر شاهدوا معنا فيديو اللي جاي ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.